ما العيب يوجد في نص المادة وليس في الأشخاص الذين يمارسونها، بمعنى أن سبقي لي وأن قلت بأن المادة 102 هي أطول مادة وهي أسوأ مادة، لذلك راحت تفترض مجموعة من الفرضيات في حالة استقالة ألف واستقالة باء ومرض ألف ومرض باء ومرض جيم، وبالتالي هذه الفرضيات يعني كلها تؤدي إلى نتيجة يعني ما تكون أمام انسداد في هذا الواقع. وكان من الممكن أن نعين نائب رئيس وتأتي المادة بهذه الكيفية بطريقة موجزة جدا، ونجنب البلاد أيضا أموالا كثيرة في إعادة الانتخابات في كل مرض رئيس أو استقالته أو وفاته. ولذلك هذه الاستقالة كانت استقالة مفترضة. لماذا؟ لأنه قاعدة عامة، يعني الشعب هو المصدر الأساسي لأي تشريع ومصدر القوانين، ويعني إذا كانت الدولة تتكون من ثلاثة أركان وهي الشعب والإقليم والسلطة السياسية، فإن السلطة السياسية يبنيها شعب والإقليم يبنيه شعب. أستاذ بوغزالة، أستاذ بوغزالة، كل المقومات موجودة. أستاذ بوغزالة، نعم أستاذ بوغزالة، إلى أي حد تساعد هذه الاستقالة في حل الأزمة السياسية؟ يعني جواب مباشر. كان من الطبيعي أن يعني هذه ما وقع أو ما حدث أنه يؤدي بنا إلى وقوع النتيجة المرتقبة، ولذلك التكهن الطبيعي والوضع الطبيعي هو هذا، لأن ما دام أن الشعب يطالب برحيل كل رموز النظام السابق، فكان من الطبيعي أن تأتي هذه المسائل وتلحقها استقالة الحكومة وتلحقها أيضا استقالة رئيس الدولة حتى تسير الأمور بشكل عادي. نعم نعتذر عن رداءة الصوت. نعم نشكرك أستاذ بوغزالة. مشاهدينا، أولى ردود الفعل من الشارع الجزائري ترصدها الزميلة أمال لاكال التي تلتحق بنا الآن على المباشر. أهلا بك يا أمال، كيف تلقى الشارع الجزائري خبر استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بالعيز؟ أمال لاكال المتواجدة وسط